الو دكتور. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. هذه الماك 2.0 سنتي اللي كل يوم نكون حاضرين معاكم من 11 حتى 11 ونص ونحاول نجيو على الاسئله نتاعكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في سنتي 2.0. هذه المجازين اللي استنستوا بها كل يوم من 11 حتى 11 ونص. الو دكتور الروبريك اللي نحاولوا نجاوبوا على اسئلتكم الكل اللي تخليهم على الباج اوفيسيال فيسبوك. الدياري عامل فيا هذا السؤال باش نحاولوا نجاوبوا عليه في الو دكتور. سعادة جدا باستقبال دكتور سناء الأحمر طبيبة مختصة في المعدة والأمعاء. دكتور الدياري شنو بالضبط دكتور؟ وي مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين. ألوغ الدياري وإلا الإزهاء مفهومها هي معناتها الإفراز الفضلات أكثر من 3 مرات في اليوم وإلا مرة في النهار وتكون معناتها ماء ليكيديان نسميوها. واحد يقولوا بالعامية كرشو تجري دكتور. ولا تجري وحتى في لغتنا نقولوا ماء معناها حتى مرة بركة وتكون معناتها إسهال كبير يتسمى إسهال. دكتور لنا فما وكأنه فما زوز أنواع صلح لي تاع الدياري، فما ليغو وفما الكرونيك اللي ديما يتعاود. اكزاكتومون دونك وهذوما لازم نفرقوا ما بيناتهم. فما لا دياري ايغو تجيب صفة حادة ودوم سويعات وإلا أيامات. فهمت معناتها ما تقفش مدام معناتها سواعات نقعد ديما معناتها ماشي لبيت الراحه ونعاود ديما برشا مرات تكون 3-4 مرات في اليوم ولا حتى اكثر عفوا تكون حتى بالعشرة مرات واكثر وتدوم لمده 4-5 ايام في اغلب الاحيان تقف وحدها تقف وحدها ولا بالطبيعه بالدواء. وفما الاسهال المزمن المزمن معناتها نسميه مزمن فوق الشهر اكثر من 4 اسابيع بنفس الريتم هذا معناتها 3-4 مرات في النهار ولمدة شهر كامل لمدة شهر أو أكثر بالطبيعة فوق الشهر نسميه إسهال مزمن بيناتهم أنا لا دياري تخي نوب تتسمى معناها تطول شوية هي حادة أما تطول شوية تدوم مدة جمعتين ثلاثة. مدام شنو هو السبب نتاع الإسهال هذا؟ ألو ثم الإسهال الحاد أغلبية الأحيان يكون السبب نتاعو جرثومي إنفكسيون معناتها غاسترو انتيرال تسمى لي غاسترونتيري هذوما الاكثر تكون جرثومه بكتيريا فيروس ولا بارازيت وفي اغلب الاحيان فيروس يجي من معناتها ناكله كونتاميني ولا ماء كونتاميني وهذاك في اغلب الاحيان يكون السبب. ثم عده اسباب اخرى تهم دونك تكون سببها دواء باغ اكزومبل لي زانتيبيوتيك معروفين يعني في الاسهال. وفما عدة أسباب متعددة للي دياري كرونيك معناتها الإسهال المزمن فيه أسباب متعددة منها التهابات المصارن منها المرض السكري الغدد برشا أسباب. دونك مدام كي أنا نمشي كونسلتي طبيب باش نداوي الدياري هذا الإسهال هذا معناتها مش الأمراض اللي نجم تكون تنتج عليها الإسهال هذا. اي بيان سور دونك كنشو اول حاجه شوف بالنسبه للدياري وقتاش فيها ان كونسولت الطبيب وقتاش جينيرالمون عند الصغير في العمر لازمنا نشوفو طبيب ما نداويوش هكاك عند لي سوجي اجي العبد الكبير في العمر والا مناعته ضعيفه وكل اسبوع معناتها لازمنا نشوفو طبيب وقت اللي الاسهال مزمن معناه فات الشهر لازمنا كيف نعملوا التشخيص ونشوفوا طبيب وما ناخذوش الدواء هكاك. فما زاد حالات يكون فما افراز الدم مع الفضلات وكل لازمنا كيف نشوفوا طبيب. هذوما يخلونا اون يورجونس لازمنا نمشيو للطبيب. هذوما يخلونا نشوفوا طبيب معناتها ضروري. خاطر الصغير في العمر والا لو سوجي اجي اللي معناتها كبير في العمر هذوما عندهم لو ريسك اكثر انهم يعملوا شيح من الماء من ديزيدغاتاسيون. دونك يفقدوا الماء فيسع ويفقدوا الاملاح فيسع وهذه حالات اورجونس يفو تريتي لازمنا نداويوها بحاله معناتها بصفه مستعجله. مدام كومون فو دياغنوستيكي ان دياري وقت اللي يجيكم مريض اليوم للكابيني باغ اكزومبل بون كونسلتاسيون؟ شوف لا دياري معايا شوف سي با معناتها اون مالادي هو علامه هو اعراض نتاع مرض. ينجم معناتها المريض باش يجي وحده يقول لك راني معناتها يعرف لا فريكونس ابيتوال نتاعو قداش من مره هو في عاد ويدخل للتواليت يجي يقول لك راني انا نعمل الفضلات اكثر من عادتي. فهمتك دونك فهمت دونك الاهم عند الطبيب هو اول حاجه يشخص ماشي
تعكرات، معناتها شي يحمل الماء، المريضة عنده سخانة كبيرة، فشلة، نقص الأملاح، ساعات فما حتى معناتها شوية تحليل الكلى يطلع لنا. هذوما الحالات اللي تهم الطبيب ولازم الطبيب يشوفهم ويداويهم بسرعة. مدام اليوم الناس اللي عندها الجاري هذايا اليوم لازم يعرفوا شنو ياكلوا على الأقل باش ما تزيدش تتعقد الأمور عندهم. بيان سور، دونك هو الطبيب كي مش يشوف الدياري مش يقول له شنو الماكله اللي مش ياكلها، معناها شنو اللي ياكلها وشنو الماكله اللي باش يبعد عليها. بخلاف معناتها الدواء اللي باش يعطيه باش يوقف الدياري، وبخلاف الدواء اللي باش يعطيه باش معناتها السبب، كان تحقينا انتيبيوتيك في حاله جرثومه نعطيه، كان تحقينا مضاد التهابات في حالات معينه نعطيه. فهمت؟ بالنسبة للماكلة الطبيب باش ينصح بماكلة منها مش تعوض الأملاح اللي اخترناها والماء اللي اخترناه، دونك شو يقولوا باش ياكل البرود وفيه معناتها فيه الأملاح نعوضوها، باش يشرب الماء ما أقلش من إيترا ونص في اليوم. إيترا ونص صاي ما أقلش منه؟ ما أقلش. فما في عاداتنا الماء الروز حاجة معروفة وباهية وفيها 70% من الشاي، دونك باش تشد لنا الكرش وباش يقف الدياري. فما الاسفنيريا فيها بيكتين اون فيبر اللي تنقص من الترانزيت انتستينال، البنان هذوما ننصحوا بتناولهم، هذوما ننصحوا بهم. وان كونتر بارتي لازمنا نقصوا من الحليب ومشتقاته، نقصوا من القهوه تي الجازوز، هذوما ايفيتي. من الأسئلة اللي جاتنا دكتور، الماكلة الحارة ولا الوفاح الحار اليوم ينجم يكون هو سبب في الدياري؟ ينجم يكون سبب، خاصة العباد اللي مش متعودة معناتها حار ولا توابل برشا تنجم تكون سبب في الأكسيليراسيون دو ترانزيت. دكتور، من الأسئلة اللي جينا زاد اليوم على الباج اوفيسيال فيسبوك، يقول لك اليوم أنا ولدي قاعد يستعمل في انتيبيوتيك وعنده دياري، شنو هو الحل؟ اللي ما انت نوكلوا حاجه قبل باش يغلف مات، ولا فما دواء او ميم طون نجم ياخذوا معاه؟ فما دواء، هما الانتيبيوتيك تقضي على الخمائر الباهيه الموجوده في المصارن وتعاون في الهضم والكل، دونك هيك علاش كي ناخذوا انتيبيوتيك معناتها اون التير لا فلور هذيك الباهيه اللي عندنا ونصبوا في الدياري. فما دواء تعوض الخمائر الموجوده في المصارن وتعاون باش المريض ما يعملش دياري مع الانتيبيوتيك. دكتور، من الاسئله اللي جينا، عندي دياري عادي نمشي للفارماسي وناخذ دواء، ينجم يمثل خطر كان من معناتها كان ما نداويوش على قاعده صحيحه اليوم دياري؟ الوغ فما حالات اللي الفارماسيان يبو دوني كونساي ويعطي دوايات ما فيهاش اشكال. في الحالات السهله معناتها اون دياري اللي تدوم معناتها نهار اثنين ما فيهاش معناتها ما رجعتش بالكومبليكاسيون على المريض، مش فشله كبيره سخانه واحد، نجمو ناخذو ان غالونتيسور دو ترانزيت. بيان سور لو فارماسيان هنا يدون كونساي، سينو اذا كان فما سخانه ولا فشله كبيره ولا ردان ولا وجيع يفو كونسلتي ان ميدسان. نصيحة نجمو نقدمو هنا قبل ما نختمو معك دكتور للناس هذيا باش يحميو رواحهم من الدياري بصفة عامة؟ الوغ بصفة عامة أهم حاجة بيان سور ليجيان أليمونتيغ، معناتها كي ناكلو الغلة ناخدوها مليح، لي سالاد كيف كيف، دونك تغذية سليمة فيها الخضر فيها الغلال اللي باش معناتها تحسن لنا المناعة نتاعنا. ونعرفوا مين ناكلوا سيرتو. والنصيحة الأخرى إذا كان فما أون دياري واللي تقلق يفو با إيزيتي أن نشوفوا طبيب. دكتور سناء الأحمر طبيبة مختصة في المعدة والأمعاء، الحقيقة سعيد جدا بحواري معك. الانتجريتي الانترفيو تعاودوا تستمعوا لها على الباج أوفيسيال فيسبوك راديو الحياة. ألو دكتور.